السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس قناة نسمات. طبعا احنا في القناة بنهتم بكل مجال الجرافيكس سواء كان على الكمبيوتر أو على الموبايل، فبالتالي أنا جايب لكم شوية برامج للموبايل هتفيدكم جدا في مجال التصميم. هنبدأ في درس النهاردة نشرح برنامج بيعمل لك مقدمات فيديو. لو انت عايز تعمل مقدمة فيديو احترافية لقناتك وما تعرفش تشتغل على الافتر افكت او ما عندكش خلفية، فالبرنامج ده هيعملها لك بسهولة جدا جدا جدا. طبعا البرنامج موجود على الجوجل بلاي ستور، هتلاقي اللينك بتاعه تحت في تحت الفيديو وتضغط عليه وتحمله على جهازك. طبعا على أجهزة اللي بتشتغل على نظام الأندرويد. البرنامج اسمه ليجند. هنفتح البرنامج، أول حاجة هيقول لك اكتب الاسم اللي انت عايز تعمل عليه التأثير، فأنا هحط وليكن اسم نسمات. تقدر تكتب بالعربي أو بالإنجليزي، يعني البرنامج بيتيح لك تكتب بالعربي أو بالإنجليزي. هنضغط على علامة الصح ديت. هنا في بيدي لك خيارات، بيقول لك انت لو عايز تعمل تحط خلفية للصورة، مثلا لو انا عندي تكتشر وعايز احطها للصورة هضغط كده هيفتح لي الصور اللي موجودة عندي، وليكن انا عايز استخدم تكتشر ديت. هنا بيقول لك اعمل كروب للتكتشر، فعملنا كروب ظهرت عندي بالطريقة ديت، فهنضغط على السهم اللي في النص ده. هتظهر عندي التأثيرات بالطريقة ديت، عندي مجموعة من التأثيرات فوق تقدر تختار اللي يناسبك منها. ديت مجموعة كبيرة جدا من التأثيرات. وليكن احنا اخترنا التأثير ده، واللي تحت تأثير الخلفية اللي بيظهر على الخلفية. طبعا انت لو اخترت خلفية ما بتختارش التأثيرات ديت، فالتأثيرات اللي تحت دي بتكون تأثيرات للخلفية، اللي فوق التأثيرات الكتابة واللي تحت تأثيرات الخلفية. عندك بقى المؤشرات ديت بتتحكم في جودة وحجم الفيديو. طبعا عندك سكوير، مربع، لاندسكيب اللي هو بيجي حجم بالعرض كده مستطيل، وعندك السايز 520 بي 720 بي او 1080 بي. طبعا اعلى جودة عندنا هي 1080 بي، او بنقدر ناخد جودة اليوتيوب 720 بي. هنضغط اوكي، وبعد كده تحفظ الفيديو عن طريق الضغط على الايقونة ديت. عندك بخيارك عايز تحفظها صورة متحركة أو فيديو، هنحفظها فيديو. عايز تحفظها صورة متحركة حسب راحتك. هنا بيقول لك جاري حفظ الفيديو. طبعا تم حفظ الفيديو، تقدر بقى تروح على الجاليري عندك وهتلاقي الفيديو اتحفظ عندك في ملفات الجاليري. لو رحنا على Others هتلاقي معمول ليجند، هتلاقي الفيديو محفوظ عندك، تقدر تشوف الفيديو والمقدمة بتاعتك. طبعا البرنامج بيدعم اللغة العربية، لو انت عايز تكتب فيه بالعربي بتكتب فيه عادي، بيدعم اللغة العربية ويحط لك كل التأثيرات بتاعتك، مفيش اي مشاكل فيه في اللغة العربية، بيدعمها لك عادي زي ما انتوا شايفين. أتمنى أن يكون البرنامج الجميل ده عجبكم، تقدروا تستفيدوا منه. لو أنت عايز تعمل مقدمة لقناتك أو عايز تعمل تحريك لاسمك سواء فيديو أو صورة متحركة، البرنامج مجاني، وهتلاقوا طبعا اللينك بتاعه في الديسكريبشن اللي تحت الفيديو. لو في عندك أي استفسار تقدر تسيب في كومنت وأنا بجاوبك عليه إن شاء الله. لو استفدت من الفيديو بتاعنا او بتستفيد من القناة، ياريت تدعمنا بلايك او شير، او حتى لو مش عجبك الفيديو تقدر تعمل
ديسلايك حتى أعرف الفيديوهات اللي بتعجب الناس أكتر وأقدر أركز عليها وأقدم لكم الأفضل دايما. انتظرونا في دروس جاية إن شاء الله، دروس قوية في قناة نسمات. معكم محمد ماهر، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.